واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي، وتمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار. في إطار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والفساد الوظيفي وتزوير المحررات الرسمية، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 7 تشكيلات عصابية بالقاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية وسوهاج وقنا لقيام عناصرها بالإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بعد استبدالها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي ما يقارب 10 ملايين جنيه. وعلى صعيد ضبط جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، نجحت مديرية أمن الغربية في ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية استغل موقعه الوظيفي بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من توصيل مياه لطوابق مخالفة بعقار ملكه مقام على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 5 ملايين جنيه فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. كما تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط مسؤول المخازن بإحدى المستشفيات بسوهاج استغل موقعه الوظيفي وقام باختلاس كميات من الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية المسلمة له على سبيل العهدة من المستشفى والتي تقدر قيمتها بمليوني جنيه، وقام ببيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام. وفي إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية متفق عليها، وتوقف عن سداد أصول المبالغ المالية والأرباح المتفق عليها. وعلى صعيد مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط أحد الأشخاص تقدم بطلب لأحد البنوك للحصول على قرض مالي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1,500,000 جنيه، وتقدم بسجل تجاري مزور يفيد خلافا للحقيقة أنه صاحب شركة للأقمشة، وتمكن من الاستيلاء على قيمة القرض، كما أقر بقيامه بتزوير السجل التجاري. كما تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وبحوزة عناصره تم ضبط المستندات المزورة والأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير. ونجحت مديرية أمن المنيا في ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ويتم اتخاذ مسكن أحد عناصر التشكيل وكرا لممارسة هذا النشاط الإجرامي، وتم ضبط المحررات المزورة والأدوات المستخدمة في عمليات التقليد والتزوير. وفي إطار التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بمطروح لقيام عناصره بمحاولة غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار وترويج المواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة.